في النشرة أيضاً، أن تمارس الرياضة وتحافظ في ذات الوقت على محيطك البيئي أمر ممكن. الفكرة تقوم على الركض وجمع النفايات التي تصادفك وتنفذ للمرة الأولى ضمن برنامج المدارس الإيكولوجية ضاية الرومي بنواحي الخصيمة. روبورتاج جادة بردان. ضاية رومي على مشارف الخميسات تكاد تهوي في خانة النسيان، نفايات في كل مكان، مبادرة شابة تنتفض لحماية هذا الفضاء الإيكولوجي. هي مبادرة أولى من نوعها في المغرب، هدفها احترام المنظومة البيئية، تمتزج فيها الرياضة بالتربية البيئية. يحضر معنا كذلك متطوعون، أشخاص يساندون البيئة وقضيتها بصفة عامة. نقطة البداية جري وحركات يدوية لتنظيف المكان، إنها روح رياضة البلوغين، أصلها سويدي. محطة ضاية رومي أولى من نوعها، يشارك فيها عشرات شبان جنسياتهم مختلفة. نشتغل في مجالات البيئة، التربية وكل ما يتعلق بالطفولة. اليوم نحن هنا لأجل البيئة، نحاول تنظيف المكان. نشتغل كفرق على طريقة مسبقة، الهدف جمع أكبر كمية من النفايات بشكل ثنائي. هي مبادرة يتفاعل فيها الرياضي والتربوي والبيئي، تبعث كثير أمل لصيانة هذا الفضاء الطبيعي ذي الخاصيات البيولوجية المتفردة. وكما تابعنا الروبورتاج كان من الخميسات.